تلنصات في 2021 في المغرب. الكليو 5 اللي كتصنع في تركيا والجزائر بانوا فيها بزاف ديال لي ديفو والمشاكل، لا من ناحيه الموتور والبوطا فيتاس والالكترونيك ولا حتى الكاروسري. اليوم في هذا الفيديو غادي نتطرقوا كاع لي بان والعيوب اللي خرجوا في الطوموبيل وبشحال كيتقام الاصلاح ديالهم، وغنشوفوا واش داخلين في الغارونتي ولا لا. فلكاع الناس اللي غادي يشريو ولا شراو الكليو 5 كنصحكم انكم تتبعوا هذا الفيديو حتى اول حاجه هي لومبرياج اللي خصو يتبدل في 30000 كيلومتر الاولى ديال الطوموبيل. والمشكل الكبير انه ما داخلش في الغارونتي، بما ان رونو كتقول للناس المتضررين ان هذا غير اوزير نورمال وما عندهمش حق في التعويض. وكيف ما تنعرفوا ان في الحالات العاديه ديال الكيتومبرياج خاصو يصبر على الاقل واحد 150000 كيلومتر. ثاني حاجه غادي نهضروا عليها هي الموتور وخاصه التوربو اللي كيلاشي في 60000 كيلومتر الاولى، وهذا المشكل شائع في الموتور ديال الدي سي اي ولا التي سي او. كاين مشكل اخر هو ديال الباتري اللي ما كيبقاش يتشارجا بسبب الالترناتور ولا الدينامو كيف ما تنقولوا، اللي كي خسر وخصو يتبدل في 50000 كيلومتر الاولى. وكاين شي ناس كاع ريبورطاو انهم بدلوا الباتري في 4000 كيلومتر الاولى. مشكل اخر واللي خطير هو في البواطا فيتاس اوتوماتيك اللي كتبلوكا وكتخلط ما بين الدوزيام والكاتريام. هذا الديفو بان في بزاف ديال الطوموبيلات في 30000 كيلومتر الاولى، والحل هو التبديل ديال البواطا فيتاس اللي يقدر يكلف مول الطوموبيل ما بين 20000 درهم حتى 30000 درهم. بلان اخر عانوا منه الناس هو الفولون اللي كتكون عوجه وخا الطوموبيل يلاه كتكون خارجه من لا ميزون. باش تحل هذا المشكل خاصك تعاود ليها لالينيومون من جديد. ودابا ننتقلوا لجانب اخر حيت الا بقينا متبعين الميكانيك ديال رونو ما غاديش نساليو كاع. رانا دابا ندوزو للمشاكل ديال الالكترونيك اللي يقدروا يكرهوك في حياتك بسبب الكثره ديالهم. نبداو بالراديو ولا السيستيم ملتي ميديا اللي كيبقاو يطفاو ويشعل غير بوحدو وديما كيتبلوكا. رونو ناضت دارت واحد الميزاجور باش تقاد المشكل، بالاخر ما تقادات حتى شي حاجه. وتزاد مشكل اخر ديال لابليكاسيون ماي رونو اللي كتمكنك من تحديد الطوموبيل ديالك عن طريق الجي بي ولات اور سيرفيس. مشكل اخر اللي بان هو ديال لي فويون اللي تيبقاو يشعلوا مره كاملين، ودي ميساج دورجونس كيطلعوا في الطابلو غير بوحدهم، وهادشي غير في 8000 كيلومتر الاولى. وكاين اخوتي شي ناس لقاو لي زيكيبمون ديال الطوموبيل ناقصين، بحال مثلا لا كومونيكاسيون اوتوماتيك ديال الضوا والكود والفار. مشكل اخر هو ديال السيستيم ديال ستار اند ستوب اللي كيتبلوكا وما كيخليش الموتور يديماري ويقدر يخليك في الطريق مبلوكي حركه السير. اما الحل بارونو كتقول للناس ديزاكتيفيو، وكاين شي ناس مونداو الرومبورسمون ديال هاد لوبسيون لكن طلبهم ترفض. وكاين بزاف ديال الناس اللي تشكاو من لي سياج اللي انكونفورتابل، فمن بعد التراجي ديال 100 ولا 200 كيلومتر كتهبط وانتيا مشتت، ظهرك كيضرك وعضمتك مشكرفين. زيد على هادشي المشاكل ديال البوطون ديال الديماراج اللي تتبلوكا، ولي كابتور القدام اللي كيديتيكتيو شي حوايج ما كاينينش، ولا الكاميرا دروكول اللي كتعطل باش تشعل، لي زيسوي غلاس اللي كيتبلوكا وتيبقاو في الوسط ديال الباربريز. الحصول كاع الناس اللي كسبوا الكليو 5 طالع عليهم الدم كيتسناو الفرصه فوقاش يبدلو. وهادشي كامل اللي قلناه راه غير باش تستهلك وبلا ما تهلك.